الزراعيه مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل. يا بيس عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم مستلزمات الإنتاج اللي دايما بيفكر فيها الفلاح وبيحاول إن هو يوفرها بكل الطرق من قبل بداية الموسم الزراعي، الأسمدة. لأن عملية التسميد هي عملية إضافة أسمدة إلى التربة بهدف إن أنا أزود خصوبتها، أرفع إنتاجها الزراعي. بتستخدم في عملية التسميد أسمدة كيميائية أو عضوية، وبتضاف الأسمدة إما يدويا أو بواسطة آلات. بيمكن إضافة الأسمدة بأشكال مختلفة، يعني منها الصلب ومنها السائل، وبتضاف الأسمدة حسب نوعها، يا إما فوق التربة أو بخلطها مع التربة. ومن المعروف إن الأسمدة من المدخلات القوية المعززة للإنتاجية. وفي الواقع أن تلت الزيادة في إنتاج الحبوب على نطاق العالم بيرجع إلى عوامل ذات صلة بالأسمدة، يعني ده على مستوى العالم، أنا بتكلم على زيادة الإنتاجية. وإن استخدام الأسمدة ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة للتوصل إلى زيادة الإنتاج الغذائي. بتلعب الأسمدة دور مهم جدا في تحسين الإنتاج من الناحية الكمية والكيفية، وبتعمل على تزويد النبات بما يحتاجه من غذاء من أجل نموه وتطوره. النبات بيعيش وبينمو وبيتكاثر من خلال الحصول على الماء والمواد المعدنية من التربة وثاني أكسيد الكربون من الهواء أو الطاقة الشمسية. دي دورة الحياة بالنسبة للنبات. وبيحتوي النبات بالفعل على جميع العناصر الطبيعية اللي هم 92 عنصر، بس هو ما بيحتاجش في الحقيقة منهم إلا 16 عنصر أساسي علشان ينمو نمو جيد. من هذه العناصر هناك 13 عنصرا مهمين جدا من المغذيات المعدنية الأساسية اللي لازم تتوفر يا إما بواسطة التربة أو بواسطة الأسمدة الحيوية أو المعدنية. عندنا ظهر الأمونيا الغازية، وهي بتعتبر من أرخص مصادر التسميد، وفي نفس الوقت هي أعلاها تركيزا لعنصر النيتروجين تقريبا 82.5%، وهي بتساهم في إيجاد بديل للأسمدة العادية اللي في بعض الأحيان بتبقى غير متوفرة في مشاكل في المصانع. يعني نقدر نقول الأمونيا هي الحل الأسهل والأرخص تحديدا لأنها منتج محلي ومن أرخص أنواع الأسمدة. لو جينا نتكلم على التسميد وأهميته، فوائد التسميد كتير جدا، لكن ده مش معناه إن أنا يبقى عندي إفراط في التسميد أو تسميد مفرط. لازم يكون في اعتدال في كل شيء، ولازم أبقى عارف وأنا بتعامل مع الأرض الزراعية إيه هي خصائص هذه التربة. كل منطقة بتختلف عن الأخرى، كل منطقة تعرضت لظروف مغايرة للمناطق المجاورة، وبالتالي وأنا بضيف الأسمدة لازم أبقى عارف احتياجات التربة من هذه الأسمدة، وإيه هي أهم العناصر اللي محتاجاها نوعية هذه التربة. مش مجرد إضافة شكائر من الأسمدة بكميات غير مدروسة وغير محسوبة تؤدي إلى مشاكل مستقبلية في المحصول وفي التربة وفي المياه. التعامل مع الأسمدة بالرغم من أهميتها الشديدة اللي أنا اتكلمت عنها، وإن هي فعلا عامل من زيادة أو عامل من عوامل زيادة الإنتاج على مستوى العالم، إلا إنه في نفس الوقت لازم أتعامل معها بكل دقة وأبقى عارف إيه هي العناصر اللي أنا بضيفها للأرض الزراعية. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.